كأس العالم اللي بغينا ننظمه في 2030 تابعوا بزاف ديال الصداع وبزاف ديال الغيط وبداو كيبانوا عراقيل الكتاب. وإلا بغيتي نجاوبك بوضوح، انفونتينو كان باغي الكوب دي مون تمشي لأمريكا مباشرة. صافي نبداو من الاخر. وبيني وبينكم هادشي كان منتظر. تفكروا معايا قطر شنو كانوا داروا لهم قبل ما ينظموا ديك كوب دي مون؟ نزلوا عليهم جميع الاتهامات الممكنه، قالوا لهم عندكم الصهد وعندكم الصحراء ما نقدروش نلعبوا كره تما، شويه قالوا لهم انتوما ماشي دوله كرويه، شويه قالوا لهم ما عندكمش بنيه تحتيه، قالوا لهم كتعطيو الرشوه خلصتوا لا فيفا باش ديروا ديك كاس العالم، شويه وما يقولوا لهم كتقتلوا وكتستغلوا دوك العمال اللي كتجيبوا من نيبال والبنغلاديش وباكستان والهند وتقاتلوا وما سمعوش ليهم وصبروا ونظموا الكوب دي موند وشمتوا العديان. قال وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المبررات المقدمة لمقاطعة مونديال قطر لا تستند إلى الموضوعية، مشيرا إلى وجود كثير من النفاق في الهجمات التي تستهدف بلاده والتي تتجاهل كل الإنجازات التي حققتها. قال إن كرة القدم ملك للجميع وليست محجوزة لنادي النخب، وأن 450 مليون عربي مسرورون لأن كأس العالم تقام في منطقتهم. دابا حنا الإخوان بدينا كنعيشوا نفس السيناريو وبداو كيضغطوا علينا من جميع الجهات، واخا حنا ثلاثة ديال الدول اللي منظمين إسبانيا البرتغال والمغرب، الضغط والصهد جاي على المغرب بوحدو. هادشي اللي نقول لكم في هاد لا فيديو ما خصوش يخلعكم وخاصنا نتعاملوا معاه بعقلانية. شكون هما هادو اللي كيضغطوا على المغرب وما بغاوناش ننظموا كأس العالم؟ مال السعودية عاوتاني؟ أشنو الاتهامات اللي بداو كيتهمونا بهم؟ وشكون هما هاد الأطراف؟ شدوا معايا الأنفاس ديالكم اليوم وعلى بركة الله. أنا عزيز نوفل وهذه قناة المقاول. المملكة العربية السعودية كان عندهم ملف مشترك مع اليونان ومع مصر باش ينظموا كأس العالم 2030، وكل شي كان كيقول هذا هو أقوى ملف وأصعب ملف اللي غادي ينافس الملف المغربي الإسباني البرتغالي، حيت السعودية ديال دابا ماشي هي ديال شحال هادي، خصوصا فجابوا جميع اللعابة الكبار ديال العالم وكانوا كيسوقوا بهذا الملف أنهم كانوا غادي يمثلوا ثلاثة ديال القارات آسيا إفريقيا وأوروبا. داز الوقت أخوتي خواتاتي وهذا الملف ويتلغى تانولا وتنفسنا وارتاحينا، حيت كانوا معاهم ثلاثة ديال الاتحادات اللي غيجروا بزاف ديال الأصوات، وهذا الإلغاء جا من طرف واحد اللي هو السعودية. اليونان ومصر كانوا باغين. من المقرر مشاهدينا الإعلان عن المرشح الفائز بتنظيم كأس العالم في سبتمبر أيلول عام 2024، وطبعا تقدمت كل من السعودية مع مصر واليونان بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2030، ولكن المنافسة شرسة، فهناك ملف مشترك تقدمت به أيضا إسبانيا والبرتغال والمغرب معا. على حسب الجريدة الإسبانية ماركا، وزير الخارجية السعودي فيصل آل سعود اتصل شخصيا بالممثلين ديال اليونان وديال مصر وقال لهم ان السعودية اوت، ما بقيناش غادي ننظموا معاكم كأس العالم، هما اللي خرجوا. وهنا كلشي استغرب، او السعودية هما اللي عندهم الرؤية 2030، هما اللي عندهم بنزيما ورونالدو نقولوا كانتي، كيفاش غادي تراجعوا؟ وهنا يبداو تساؤلات اخرين كيطرحوا، ياكما المملكة العربية السعودية ناوية تحط ملف وبوحدها، حيت كل شيء ممكن مع لفيفا، ولات هاد الفرضية مطروحة بشكل كبير. من حق السعودية أن تنسحب لأن شركائنا في تنظيم كأس العالم اليونان ومصر بكل بساطة يعانون اقتصاديا مقارنة بتحالف إسبانيا والبرتغال والمغرب، وبالتالي ستتكلف السعودية بكل شيء وسيشاركنا أولئك بالفائدة دون أن يبذلوا شيئا. المهم هاد القضية وهاد المسلسل ديال السعودية مازال ما سالاش 100%، وهو يخرج مشكل آخر للمغرب اللي هو أوكرانيا. أييه سمعتيها، أوكرانيا ديال زيلينسكي. واش فراسكم أن التنظيم ديال كأس العالم 2030 في الأول في أوروبا شكون اللي كان غينظمو؟ كانت إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا. أييه الإخوان، أوكرانيا ماشي المغرب، حنا راه يلاه دخلنا. جريدة ليكيب الفرنسية، سبحان الله فرنسية، قالوا أن أوكرانيا غادي ترجع وغادي تدخل في هاد الملف اللي فيه المغرب وإسبانيا والبرتغال إلى الحرب
سالات. هادي راه جريده كبيره في فرنسا سميتها ليكيب. شويه المغرب خرج هو يكذب هاد الخبر، قال لهم هذيك هضره من والو باش تفهموا الاخوان. اصلا الفيفا بعدوا اوكرانيا، حنتلقاو رئيس الاتحاد الاوكراني كياخذ الرشوه. اسبانيا والبرتغال قالوا لهم بصحه، واصلا بعاد عندهم الحرب وخاصها تبنى وروينه، وخارج هاد ليكيب باش يدقوا على المغرب. قال لك احكر غادا ترجع لذاك الملف. تهنينا من فرنسا هما يخرجوا لينا واحد دياب، اخرين اللي عندنا معاهم صوابق واللي اتهمونا مزيان هاد العام اللي فات، وكيقولوا ان مدفوعين ومدعماهم ماما فرنسا. عرفتوهم ولا لا؟ البرلمان الاوروبي هو اللي كان كيشرشم في قطار الاخوان. بينما تتجه انظار العالم الى مباريات النصف نهائي في قطر التي بذلت جهودا كبيره للرد على الانتقادات الموجهه لها في مجال حقوق الانسان والمثليين، انفجرت فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي متعلقة بقطر، بينما رفضت الحكومة القطرية الزج باسمها في قضية رشوة، وقالوا بأنهم عطاو الرشوة وأنهم شراو دي زيغو دي بوتي وأن قطر ما مزياناش. هذاك البرلمان الأوروبي اللي شنشط قطر جاي دابا بغي شنشطنا. ماشي كامل، ولكن بعض النواب ديالو خرجوا طول وعرض في الملف ديال المغرب، وسبحان الله ما هضروا لا على إسبانيا لا على البرتغال، هاجموا غير المغرب. على حسب الجريدة الإسبانية الكونفيدنسيال، 30 برلماني أوروبي كينتميو لخمسة ديال المجموعات البرلمانية المختلفة صيفطوا رسالة للرئيس ديال لافيفا جياني انفانتينو وجبدوا الصحراء المغربية، وقالوا ان ما خاصهمش يتنظموا ويتلعبوا مباريات في الصحراء وباقي فيها نزاع وهادشي ضد القانون الدولي. وبداو عاوتاني كيلوحوا علينا اتهامات، وبداو عاوتاني كيبينوا البغض ديالهم على المغرب. وبيني وبينكم من الاخر بداو كيقولوا داكشي اللي اطراف اخرين مخلصينهم يقولوا، بداو كيعرضوا ونساو ان انفانتينو هو اول واحد فرح ورحب بالملف المغربي واللي هو اللي كيلبس ديما التونود المغرب وكيلعب ماتشات مع فوزي القشاع. Écoutez, laissez-moi tout d'abord dire comme je suis heureux d'être de retour chez moi au Maroc. C'est un magnifique pays, c'est un pays de football, c'est un pays qui a eu évidemment un succès énorme lors de la dernière Coupe du Monde, mais c'est un pays qui vit le football depuis toujours. ونساو أن الاتحاد الإفريقي معانا، ونساو أن المغرب ولا قوة كروية عالمية بغاو ولا كرهوا، ونساو أن إسبانيا والبرتغال محتاجين المغرب أكثر من المغرب محتاجهم باش يجروا الأصوات ديال الاتحاد الإفريقي لجد مهم. دابا هاد التشويش اخوتي خواتاتي خاص نوجدوا ليه راسنا، كان متوقع. دابا مازال 7 سنين على هاد كوب دو موند وبدا الضرب تحت الصمته. داكشي علاش الملك محمد السادس الله ينصرو عين واحد من اقوى جنود الوطن باش يسهر على هاد الملف الحيوي الوطني اللي هو جندي الخفاء فوزي القشع، وبالنيه ان شاء الله غنتغلبوا على هاد الاعداء ومربوح. وان شاء الله كوب دو موند 2030 هنا، وقبل منها لاكان 2025 هنايا. وكيف كيعرف الجميع فمنذ إعلان جلالة الملك نصر الله في كيغالي يوم 16 مارس عن هذا الترشيح المشترك الذي يحمل أكثر من دلالة وأكثر من معاني حضارية وثقافية في حوض البحر الأبيض المتوسط، فيتم الاشتغال ووضع التصور اللائق لإحراز هذا الشرف. ولكن صحيفة ماركا الإسبانية نشرت مقالا ذكرت فيه أن ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب أصبح المرشح الأقوى بين المتقدمين لاستضافة كأس العالم عام 2030.